صاحب. الاولى مرحبا مرحبا بكم في بلدية سيدي شعمي. الفريق درنا هذا جاب بقدماء اللاعبين وبفضل بعض المناصرين لابناء الفريق اللي كانوا ما كانوش يلعبوا في الفريق اول، درناهم على جال الشباب اللي كانوا ضايعين برا. وهذا الانشاء جاء كما نقولوا ايكيب زوجة وغادي مدوها للشباب تاع سيدي شعمي. لا عبدو يعني على اسم الولائي فيه يعني بزاف عراقيل وكاع، علاش راكم واجدين لهادو العراقيل زعما اللي غادي تصادفكم ودرتوا لهم حساب؟ نعم رانا واجدين لهم الموجود كل شيء، رانا الهدف تاعنا الاول الصعود ان شاء الله. ان شاء الله عبدو نداء لسؤالك السلطات بلديه سيدي شحمي وكذلك لكل ساكنه بلديه سيدي شحمي لهذا الفريق باش يعاونوا. انا كما نقول لك نجوم يسال السلطات المحليه باش يساعدوا الفريق هذا، واغلبيه تاع 99% راه بالشباب تاع ابناء البلديه. الو السلام عليكم. صافي بليزير اللي جيتونا درتونا هذه المفاجأة علينا، ما كناش نتوقعوها. هذا النادي كنا حاجة الأولى كنا باغيين نروحوا للكيب الكبيرة اللي معروفة هي مشعل الشحمي، ومن بعد ما كناش من المكتوب، جمعنا هكا كأصحاب وكحومة كيف نقولوا، جاتنا فكرة باش نقلعوا إيكيب جديدة. وفقنا كاع الاعضاء ووفقنا ليها وهذه هي، وربي وفقنا وان شاء الله ربي يوفقنا وهذه هي. بلال انت كمدرب اللي كنت في الفئه الشبانيه مش على سيدي شحمي، والان راك مدرب فئه اكابر هذا النادي الجديد، ما راكش خايف من هذه التجربه الجديده في يعني زعما تجربه جديده في فئه الاكابر؟ لا بالطبع لا، خاطرش انا كنت في كاتيجوري جان ديت خبره، وزدت العام اللي فات خدمت مع مشعل سيد شحمي كمساعد مدرب مع المدرب السويد واحد نحيوهم من هذا المنبر، تعلمت منه كثير. بغيت نعاود ندي تحدي جديد لهذا الفريق الجديد اللي نقولوا بغيت نكون كأول مدرب يكون في هذا الفريق الجديد. وانا طموح تاعي اللي خلاوني نجي باش ندي لهذا التحدي اللي هو الاوبجيكتيف تاع الفريق اللي ريحنا عليه وقلنا باللي عندنا اوبجيكتيف اللي هو صعود، وهذا حاجه هي اللي دمرتني باش نولي مدرب أول في الفريق. بلا الكلمة اللي ساكنة بلدية سيدي شحمي على هذا الفريق احنا، وكلمة للسلطات الثانية ما شاء الله. احنا جينا لهذا الفريق بنية تاع خير، جينا لهذا الفريق بنية تاع خير. الحاجة الأولى حاجة الزوجة، نشكر ثاني الأعضاء يديروا فيها ثقة. الفريق هذا إن شاء الله نطلب من الأنصار يوقفوا معنا، كما رانا نشوفوا بلي بعض الانصار ومحبي الفريق راهم فرحانين بهذا الفريق الثاني في مشعل سيد شحمي. ان شاء الله يعطونا كود ما كما نقولوا يعاونونا ان شاء الله، ونطلب من السلطات الثاني هذا فريق جديد ويعاونونا ويقفوا معنا واللي فيها الخير ان شاء الله. Do it.